إذا مرحبا بكم في قناة تربية النحل أبيكولتير. الفيديو هذا ل 26 ديسمبر 2022 نتكلم فيه على انهيار أو ضعف الخلايا، خاصة اللي تكون في منحى كبير وتكون فيه بعض الخلايا الضعيفة جدا، الخلايا التي كانت على 6 أو 7 إطارات وبعدها أصبحت فقط على إطار أو إطارين ضعيفة جدا، حتى الحضانة قليلة والشغالات في الإطارات قليل. هنا في هذه الحالة الحل على كل حال الوحيد، إذا كان فيها فقط إطار أو إطارين هنا حتى وتغذي هذه الخلية بطبيعة الحال لا تتطور، وممكن يكون خطر انهيار كبير معناتها والزوال، أنه الملكة في هذه الفترة منقصة أو ناقصة التبييض، معناتها التبييض يكون عندها قليل جدا، هذه هي الفترة اللي تكون فيها تبييض قليل جدا، أنه الملكة لديها فترتين، معناتها في السنة عندها فترتين تقلل أو تنقص منها البيض. الفترة الأولى وهي فترة الصيف اللي تكون في شهر أوت، والفترة الثانية وهي اللي تكون في شهر ديسمبر هذا أو هذا شهر 12، معناه فترة فيها درجة الحرارة المرتفعة جدا وفترة فيها درجة البرودة أو البرودة الشديدة. ولكن إذا كانت هذه الخلايا في المنحل معناتها كثيرة، 4 خلايا 5 هكذا تكون ضعيفة جدا وفيها على كل حال ملكات كانت فتية فيها، هي في بداية الأمر في فصل الصيف كانت لا بأس بها، فصل الخريف كانت على كل حال متوسطة، ولكن لما وصلت إلى فصل الشتاء وصلت بجيش قليل جدا، معناتها شغالات قليلة جدا، حضانة قليلة جدا، بيض قليل، والملكة فتية لسبب من الأسباب، ممكن لي خلل كان عند الملكة أو لنقص الغذاء أو لمرض كمرض البروة ولم يراقب، وبعدها قام النحل بالمعالجة على البروة والمنظمة ولكن بقيت الخلية ضعيفة. هنا مخافة من الهلاك للخلايا هذه، ما علينا إلا القيام بعملية الضم. أولا نقوم باسترجاع هذه الملكات، نستعملها هذه الملكات إن لم تكن مريضة، معناتها تكون بصحة أو بسلامة. هنا في هذه الحالة الملكات اللي هي في هذه الخلايا نقوم بتوظيفها أو إدراجها في خلايا تكون لديها ملكات عجوز، معناتها ملكات كبيرة السن، نقوم بنزعها ثم بعد التيتيم ثم بعد ذلك نقوم بإدراج هذه الملكات اللي تكون في هذه الخلايا الضعيفة، معناتها ندرجها في هذه الخلايا القوية اللي كانت عندها ملكات كبيرة السن حتى نستفيد منها للسنة المقبلة والسنة اللي بعدها. والخلايا الأخرى اللي تكون قلنا ضعيفة وخرجنا منها الملكات نقوم بضمها، مثلا خليتين أو ثلاثة نضمها في خلية واحدة، بشرط أنه الملكة اللي يكون نريد معناتها إبقائها في هذه الخلية المضمومة نقفص عليها لمدة 2 أو 3 حتى لا يقتلها النحل، وبعدها نقوم بتحريرها ويكون النحل على كل حال مدمج عادي وتكون خلية على كل حال قوية، ونقوم بتغذيتها، وهنا في هذه الحالة تسترجع قوتها الخلية، هذا حتى لا نخسر كل الخلايا، من جهة نستفيد من الملكات ومن جهة نستفيد من أنه هذا النحل اللي يكون سارح ولا اللي يكون الحاضن وقع هذا نستفاد منه كنحل يبقى في خلية واحدة بعدما تقوم الملكة بالتبييض. هذا فيما يخص هذا السؤال أو هذا الاستفسار لهذا الفيديو. إذن وشكرا.
جزاكم الله خيرا الإعجاب والاشتراك. بارك الله فيكم.